هل هنالك محاولات لزج الجيش العراقي في حرب تدعمها دول إقليمية للإطاحة به؟ يعني بالحقيقة هو الجيش مشتبك في توازنات الصراعات الإقليمية والدولية، وما يؤسف إليه نحن كثير من الجماعات وإن عدت أو صنفت أنها محلية ولكنها تتحرك بإيحاءات إقليمية، وآن الأوان للجيش أن يأخذ دوره. قد يكون التحدي كبير وتعدد الجبهات ليس في مصلحة مؤسستنا العسكرية، لكن هذا لا يعني أن قوانا ستنهار ونمتنع عن حماية الوطن الذي هو بالحقيقة تكليفنا الأساس دستوريا وأخلاقيا وحتى شرعيا. لا توجد قدرات مواجهة تفوق قدراتنا العسكرية، وأنه حتى الحديث عن انتشار دروع وما إلى ذلك هذه الغاية منها تحصيل مقاتلين، لأنه شغلوا بنيران القناصة والقناص مدى بعيد يفوق قدرات التسليحية على مستوى الكلاشينكوف، فيصار إلى حماية قطعاتنا بآليات مدرعة ورفع القدرات القتالية، والمؤسسة العسكرية هي مفوضة في إدارة الموارد القتالية على مستوى الموارد المتوسطة والثقيلة في إدارة معارك تصنف أنها تهديداً للأمن الوطني والأمن القومي. فالوضع طبيعي ولا توجد بالحقيقة مواجهة ترتقي إلى مستوى حرب الشوارع، هي جماعات تشاغل، والآن دخول الدروع، مسك الجو بطيران الجيش، وجه الضربات القوى الجوية، هذه كلها فرض إرادة وفرض هيبة للدولة في تقديري، يعني أيام وتحسم هذه المعادلة ويصار إلى إعادة هيبة الدولة وفرض إرادة الدولة في هذه المناطق المهمة والحساسة في توازنات الصراع الإقليمية والدولية. ولذلك يعني آن الأوان أن يكون هناك تواجدا عسكريا للجيش العراقي في هذه المناطق حتى ننتهي من مسألة الخروقات ومناطق الخواصر الرخوة التي تعبث بها الصراعات الإقليمية والدولية.